الحياة صعبة لكن مش مستحيلة. لما الدنيا تظلم في وشك لازم ربنا يفتح لك طاقة نور، وفي وسط المحنة هتلاقي أيادي كتير بتتمدلك. دايما في أمل في وسط الألم. أنا عندي 40 سنة، أم لطفلين، كبير ما بيشوفش بعينيه والصغير في سنة 6 بسبب إن أنا كنت محبوسة مراش امتحانات السنة دي. أنا معايا 6 أولاد، هو جوزي أصلا أرزاقي بياع يعني في السوق وكده. ليه قررت تستلفي؟ عشان خاطر جهاز أختي، كان جوازها خلاص قرب وما كانش عندها حاجة. الناس كلها بتخاف من المرض اللي هو الخبيث، لا، السجن أمر من الخبيث. طبعا الأحكام كانت كبيرة عليا وأنا ما كنتش متوقعة إن في حد هيسد ديني. كان معايا واحدة لقيتهم بينادوا عليها إفراج، قلت لها مين اللي سدلك ومين اللي سدلك الفلوس دي؟ قالت لي مصر الخير. قلت لها نسمع انه ممكن يكون الجامعات ما بتسدش، قالت لي لا هما بيسد. في واحد معاه فلوس يتخيل ان دي والدته، دي اخته، دي ابنه اللي محروم من امه، بيحط نفسه مطرح الناس اللي في السجون دي. نفسي اليوم اللي يجي وما تتسجنش واحدة أو واحد على 500 جنيه ولا 600 جنيه. يا جماعة الناس ديت بتكلف الدولة جوه السجن. يعني مثلا اكتشفت انه في واحد واخد 7 سنين على 8000 جنيه. طب هو في الثمان سنين ده وبعدين بيخش بقى ايه؟ عايز يعمل عملية قلب مفتوح، عايز يشيل المصران، عايز يحشي سناب، كل دي فلوس. يعني حتى بصولة بالمنطق الاقتصادي يعني لازم يتشاف حل في القانون للمسألة دي، لازم. احنا ما بنقولش ان حد ياكل حق حد، انما يتشاف لها حل. وهو الناس دي لما بتخش سجن صاحب فلوس نفسها ما بياخدهاش، انما اللي هي السجون وقاعد واكل وشارب ونايم وحراسة والاهل يروحوا له وفي اسر بتنهار وناس ستات عيالها واغلبهم ستات فيسيبوا العيال محدش يربيهم، انهيار في المجتمع. ما تغيروا القانون، نقول مثلا لغاية مبلغ معين يحصل مش عارف ايه، يتحجز على ايه، يتعمل اي حاجة، انما ما يبقاش بالسجن. عصو السجن لا بيرجع الفلوس وبيهد المجتمع يعني، ومصاريف على الدولة غير طبيعية.